السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع. نتمنى السلام للجميع، تحياتي لكل متابعيني حول العالم. طبعا اخواني، اليوم بدي اعرفكم على لون طفرة لببغاء اللوري. الكل بيعرف ببغاء اللوري، هو ببغاء متوسط الحجم. لونه بكون الوان، له الوان عديدة. له الوان عديدة، اللي بيجي منه الوان ازرق، احمر، اخضر فاتح، اخضر غامق، هيك لونه الطبيعي. لكن هذا اللون الاسود بلاك هو لون طفرة. خليك شوي. طيب يلا تعال اطلع. طبعا هذا اللوري اخواني بيحكي، لكن بيحكي يعني بيتعلم كلمات، لكن مش زي الببغاء الجاكو، اقل. اهدى شوي، اهدى، خلينا نعرف نحكي يا لوري. طبعا هذا اللون يا اخوان من الالوان الطفرة النادرة جدا. ايوه هذا لون بيجي طفرة، اسود غامق. طبعا بصعوبة لمنه لكينا هذا اللون. هو بكون زي ما قلت لكم له عدة الوان، ازرق، احمر. اهدى، خليك. طبعا هذا الببغاء مفطوم جديد. سامي تعال، هيو تعال. مفطوم جديد، بس يعني هاي ضايل له كم يوم، صرنا نعوده على الاكل العادي. استنى خليك، لكن مع اخر ايام هذا الاكل، ولو حطينا له هي لحاله بصير، يوكي. يعني تحط له اياه هذا بصحن. ولك عبيتني. يلا تعال. طبعا انا كان عندي لوري زمان، نزلت عنه فيديو بتلاقوه على القناة نفسها، اللي هو اكتب لوري مع جمال عمواسي بيطلع لك. اقعد شوي خليك. طبعا زي ما قلت لكم هذا اللون كمان مرة، يعني بصعوبة جدا لقيت انا زيه، لون اسود غامق، طلع ما احلى. يعني هذا طفرة، يعد طفرة، بجنن من الالوان الجميلة. بحب كثير الفواكه، بيعشق الفواكه يا اخوان. تاخذ بزر. بدنا نعول هاي. لسه شايفين بعرف ايش. طبعا زي ما قلنا لكم في له بودره خصوصي، بودره بنخلط له اياها مع المي، او بنحط له اياها مع مي فاتره وبنحط له اياها بصحن، بصير هو ياكل لحاله. لكن احنا بنستنى يتعلم شوي، بدنا نحط له فواكه. اكثر اشي في الطبيعه بحب التوت، ورحيق الزهور. بعيش في مناطق مثل استراليا، مثل غينا، موجود في هاي المناطق بكثرة، اصله من هاي المناطق. الوانه زي ما قلنا لكم الوان عادية، بكون ملون لكن اللون بجنن. الاسود هذا هو يعتبر يعني انتاج طفرة، يعني بيطلع اسود اشي حلو. بعرفش، ممكن في ناس بتحبش اللون الاسود، لكن اللون الاسود بجنن، يعني لونه زي لون العربيد اسود. لوري تعال اطلع، يلا تعال.
تعال. طبعا هذا لسه مفطوم جديد زي ما قلت لكم، لسه صغير بيتعلم. شايبناش نضل نعوضه احنا يوكل من الايد، لازم بس انا طعميته شوي، لازم خلص نحط له فواكه صحن، نبرش له التفاح، الشغلات زي هيك بنحط له اياها بصحن على اساس تعود لحاله، او بدل الابره البودره هاي بنخلط له اياها بشويه مي بنحط له اياها في صحن. وممكن نصير نخلي له البودره لحال، بصير هو ياخذ البودره ويروح عند المي بصير يشربها مع مي هيك اللوري. خليك، لكن اللون جميل، في يعني اصحابي لي لما شافوه بيقولوا لي شكله زي الغراب، لكن هو جميل، اللون الاسود جميل، ولا غراب ولا غيره. اللوري يا اخوان بيحفظ عدة كلمات، يعني مش كثير، بيحفظ له كم من كلمة بصير يحكيهم، مش زي الامازون اليلوناب اذكى نوع بالعالم زي اللي عندي، ومش زي الجياكو، ومش زي باقي الببغاوات، يعني بيحفظ له كم كلمة. لكن الطير هذا خفيف دم، بحب يلعب، بحب يرقص. يلا يلا بتصير تلعبه شوي شوي، بتعود. مرحبا عبوس، فأتمنى إنه يكون اللون حلو. شو رد عبيل؟ تعال، حكيت بدي احط له هاي على ورقه هيك شو يعني بيزبط هذا الحكي، نحط له هان ونحط له اياها هان. لا انزل انزل انزل، ايوه هاي 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 انزل. يلا هاي خلي بشر اطلع. نوري شو هالسواد الحلو يا لوري، احنا خلص يعني يومين ثلاث تقريبا 70% عودناه يوكل في القفص، لكن بنساعده شوي على اساس صحته تضل منيحه. مظبوطه لوري؟ بس كيف اللون حلو صح؟ الاسود يعني هذا طفره طفره طفره، يعني اشي بجنن، الوان غريبة، طفرات حلوة. كان عندي زمان واحد الوان عادية موجود، كنت
طبعا يا اخوان راح احط لكم رابط التيك توك على الوصف على التعليقات، اللي بحب يتابعني على تيك توك اهلا وسهلا بنور. ابوس ابوس، بدك تعوده تلعب معه تخليه يحس بالامان. طائر جميل جداً.